اللقطة انذار أول يرفع في وجه العربي جابر بعد ممسك مصعب ساسي من القميص. ضربة مخالفة لصالح النادي المزرتي. سابي الثلاث مواسم الماضية فاز مرتين كضيف على الترجي. دريس بحيسي، أليسون أفول، أحمد العكيشي، سامح الدرباني، حسين الراكد، هيلان الشعلاني يطلب الكرة، خذاها هذوك مرة أخرى، حاتم بجاوي، العربي جابر، بحذاه محمد علي يعقوبي، محمد علي يعقوبي ياخذ الكرة، أفول طلب الكرة لكن ثم محاصرة من هتان البراتلي، حسين الراكد، هيلان الشعلاني. بحذا ايدوك يلعب كره مع حاتم البجاوي. شوفوا كيفاش واقف دفاع النادي البنزرتي. المساحات مفقوده امام خط الامامي للترجي. حسين الراكد، محمد علي يعقوبي، سامح الدرباني، تبادل الكرات القصيره. الدرباني، العكيشي، العكيشي يحذر ادريس المحيسي، اول سامح الدرباني. ايدوك في مناطق السيابي، خطيره العمليه، خطيره، الهدف الاول لصالح الترجي بامضاء